عايز اسالك على مع تألق وسام ابو علي الاهلي محتاج مهاجم اجنبي كمان في الفرقه هي اولويات يعني آه. هو النادي الاهلي هو محتاج ايه الاول دي اولويات آه. اولا هو هو خلاص عنده بلان آه. عنده سترايكر الشيب اللي كان محتاجه بقى موجود تمام وخلاص ده شكل الـ الـ المهاجم اللي انا عايزه المهاجم اللي انا عايزه الفتره دي طيب عندي طرفين عندي حسين وعندي بيرسي وعندي عندي حسين وعندي بيرسي وعندي, وعندي رضا وعندي عبد القادر وعندي سعد وعندي... ساعات كريم ولكن ولكن بيلعبوا حلو كمان كل حلو بس مين اللي, اللي عنده مين اللي عنده استمراريه في الاداء؟ اه حسين, حسين. اه عندي الناحيه الثانيه عندي بيرسي عندي رضا عندي طاهر عندي عبد القادر كلهم بيبدلوا اه ما هو اللعيب الاساسي هو اللعيب اللي بيديني عدد معين من المباريات مش انه بيلعب كويس ولا ما بيلعبش كويس صح اللي عنده استمراريه اللي عنده استمراريه لما اقول التشكيل بتاع النادي الاهلي بقول اللعيب اللي لعب اكتر عدد مباريات مش 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 اللعيب اللي ما بينزل ربع ساعه ولا بيلعب ماتش كويس ويغيب خمس ست ماتشات ويلعب نص ساعه كو... لا صح لا انا محتاج انا بالنسبه لي محتاج طرف تاني محتاج طرف تاني زي حسين يلعب كل الماتشات آه يلعب ش... شفت... يلعب 90% في من الماتشات اول حاجه انت محتاج طرف كمان طبعا محتاج آه. طرف يعني رغم العدد الكبير في الاطراف دي بس حلو التوضيح اللي انت وضحته ده جدا يا كابتن احمد ماشي كويس لعيبه كويسه آه. كل حاجه بس اديني كام ماتش بد... لعب كام ماتش آه. لعب ماتش بيرسي لعب ماتش مقارنه بحسين الا لو كان مص... لو ما كانش مصاب صحيح يعني انت وانت مغمض هتحط حسين لو مش مصاب صحيح الناحيه الثانيه هتفكر امم انا محتاج واحد يلعب عدد من المباريات يعني 80% من من مباريات الدوري محتاج جناح مم. محتاج طبعا آه. الا لو رضا مثلا هو الراجل شايفه انه هي... هيديله ويكمل ويبقى ده حلو عندي في نص ملعب بالنسبه لي ما فيش يعني ما فيش مشكله يعني ممكن محتاج حد ثمانية آه الناحيه اليمين انت ما شفت محمد علي من رمضان وواجهته انت محمد علي بن رمضان اه طبعا رايك فيه ايه لعيب هايل طبعا آه. لعيب كويس طبعا يعني الاهلي قدر خلص بس 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 هقول لك حاجه يعني انا آه. انا شفته 2017 مثلا اه في التوقيت ده الكلام ده, سبع ده من سنين. من سبع سنين اه السنه في الثانيه في الثالثه بتفرق مع العمر انا آه. هو اه كان صغير في التوقيت ده آه. لعيب كويس وتنقل اعتقد اتنقل برضو اكتر من 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 مرحله وانا عن نفسي ما بحبش اللعيب اللي بيتنقل كتير لما ببص لسيفي في لعيب والاقيه كل سنه بيروح نادي ده مؤشر مش كويس بالنسبه لي بالنسبه لي كمدرب لان انت انت لو بت بتدي اداء كويس واستمراريه استحاله النادي يسيبك يعني يعني محمد علي بالرمضان ولا الاهلي يرجع كندوسي يعني ما احنا ايه اه اه انا بقيسها اولويات مدرب مم هو المدرب القندوسي هيلعب طرف مم تمام كده يعني اه في اختلاف في ال في مش في النص في في, ال في الاثنين القندوسي بيلعب اه بس هو مع مارسيل كولر كان بيلعب في النص بس, بس بس يعني القندوسي بيلعب ثمانية لعيب كويس سريع محمد علي بن رمضان لعيب شويت شويط اه قوي يعني في من مروان شويه اه ودفاعين اقوى وفي من, من سلاية شويه آه. فهو الشيب اللي عاوزه المدرب ايه بقى؟ يعني آه. الشيب اللي عاوزه هنا المدرب هيفضله ايه؟ مم. وعلى على اللي حضرتك قلته من شويه انه مارس الكوره ممكن يميل لمحمد رمضان عشان الجزء الدفاعي ممكن آه. ممكن آه. هو يعني هو بيلعب اكرم ومروان مم. جنب بعض ليه؟ الاثنين يعني بيهدموا كل الهجمات اللي بتيجي على النادي الاهلي وبيدي حريه لحسين وامام و... وقفشه ورضا ويوسف و... و... وسام وكل اللعيبه بي... آه. لان عنده اثنين ما بيعدوش الهوا اه بس انا اللي لس... فهمته دلوقتي الاهلي مش محتاج مهاجم محتاج مهاجم محتاج مهاجم اه بس انا ب... انا جاي معاك الترتيب يعني الاهلي آه. اولوياته و... أنا شايف اول حاجه لازم جناح جناح آه. لعيب 8 8 آه... ب... مش محتاج ممكن يكون محتاج باك آه... ليفت. ليفت رغم ان عنده اولاد آه. صغيرين بس طبعا الخبرات آه... آه. الخبرات بتاعتهم لسه شويه إيه إلّا لو هياخدوا يبقى في استمراريه في تجيب برضه لعيبته قدام يحيى الله لما كان مع الوداد عدى عليك في مباراه بس مش في مش, أوي صراحة يعني. ما مش مش متذكره قوي الصراحه يعني مش فاكره قوي لا ده من اللعيبه برضه الاهلي مهتم محتاج سيردباك طبعا لان اعتقد لعب ممكن ما يكملش أوه. محتاج سر باك أوه. ولازم يحتاج فيرود طبعا اكيد فيرود ولكن مواصفات الفيرود اللي هيبقى محتاجه تاني ايه؟ كنت لسه اقول لك ما بما ان وسام وهو يعتبر مهاجم اجنبي هو عشان هو فلسطيني فيحصل مصري بتعامل مصري فهل انت محتاج مهاجم اجنبي كمان ولا ممكن يبقى بديل وسام تجيب مهاجم مصري يعني بدل ما تجيب مهاجم مين في مصر مين في مصر يكون ممكن مين في مصر؟ اه ممكن انا لا بسالك بقى شايف مهاجم يعني ممكن اعتقد يد. لا اعتقد اجنبي يعني اه بس يكون في مواصفات مختلفة شوية في سرعة يعني في مهارة في يعني ما, ما بحبش ما بحبش أكرر البروفايل يعني اه لأن يعني مع تغيير الخطط وتغيير الأدوات وتغيير ظروف المباراة ظروف المباراة وتغيير التكتيك يعني انا في وقت من الوقت كان عندنا عماد كان عندنا عمرو جمال أه كان عندنا ازارو ثلاثه مختلفين صح فالتنوع كويس اه وانت كمدرب تعرف تتحرك التنوع كل واحد كويس. في الوقت حتى لو لعبت اثنين منهم جنب بعض مختلفين التنوع صحيح كويس صحيح